السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد عن موضوع فيزا شنغن لألمانيا. تمام، طبعا اللي بياخد فيزا شنغن بس أخذها مثلا على ألمانيا وصل على أوروبا، صار بأوروبا بإمكانه يتفتل بكل أوروبا. تمام، فرح نحكي اليوم عن الأوراق المطلوبة لهي الفيزا، وبالإضافة رح نحكي عن الشروط تبعها، شو الشروط يلي أنت لازم تستوفيها لحتى أنك تحصل على هي الفيزا. تمام، هلأ ما رح طول عليكم، رجاء يلي عم يشوف فيديو جديد اشترك بالقناة واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات والناس تستفاد منه وتشوف شو الطريقة لفيزا الشنغن. تمام، يلا خلينا نبلش. هلا في عنا اول اثبات لازم تقدمه للسفارة وبدك تعمل المقابلة مشان الفيزا. اول اثبات اللي هو اثبات تغطية تكاليف السفر، يعني انه انت يكون في عندك اثبات حساب بالبنك انه انت بتقدر تغطي تكاليف هي السفرة كلياتها اللي انت بدك تسافرها. تمام، كشف الحساب لازم نجيب لهم اياه، لازم يكون مفصل عن قبل 3 شهور، يعني انت حساب بدك تجيب لهم كشف حساب لازم يكون في حركة الحساب من قبل 3 شهور لتاريخ اليوم اللي انت رايح فيه على المقابلة. تمام، هي واحد. النقطة الثانية، لازم يكون في برصيدك 20,000 يورو، مبلغ 20,000 يورو. تمام، لحتى هن يعرفوا انه هدول 20,000 يورو موجودين بحسابك، وانت بامكانك اذا انت سافرت بامكانك تغطي تكاليف سفرتك كلها، قعدتك بدك تقعد هنيك 3 شهور بأوروبا او بألمانيا خلينا نحكي. تمام، فهاد الموضوع الثاني، 20,000 يورو لازم يكونوا بحسابك. 3، الافضل انه يكون راتبك او خلينا نقول دخلك، اذا كنت انت صاحب محل ولا صاحب شركة ولا موظف، ما بتفرق يعني اذا انت صاحب محل او صاحب شركة او موظف بشركة او موظف حكومي، ما بيأثر، بس المهم يكون راتبك عالي، يعني يشوفوا راتبك انه انت عم تقبض راتب محترم بامكانه انه يغطي امورك كلها بسوريا مثلا، خلينا نحكي الناس بتطلع من سوريا. تمام، فهي نقطة ثالثة لازم تنتبهوا لها، انه يكون بالكشف انه راتبك مثلا يكون جيد مشان يقتنعوا انه انت رح ترجع على بلدك. تمام، طبعا هي الفكرة اللي عم بحكيها انا لكل البلدان، يعني لكل الجنسيات مو لجنسية معينة، بس انا عم بحكي باسم انه سوريا لانه انا يعني انا سوري. تمام، فعم بحكي بالموضوع هذا. هي شغلي. 4، لازم الكشف الحساب وتجيب لهم اياه لازم يكون موجود فيه انك انت هذا المبلغ الموجود بحسابك اللي هو 20,000 يورو انه انت محصله من راتبك من دخلك، او اذا انت صاحب محل او اذا انت صاحب شركة او اذا انت موظف مثل ما حكينا، لازم يكون هذا المبلغ انه انت هذا المبلغ جاي من راتبك. لنفترض مثلا راتبك بالشهر انت 5,000 يورو. تمام، عم يروح منهم 2,000 يورو مثلا مصاريف وقصص وشغلات. تمام، بيضل 3,000، فعلى مدار العمل تبعك انت مجمع مثلا 20,000 يورو، 30,000 يورو، 50,000 يورو يلي هني. تمام، انه يكتشفوا انه هدول من راتبك او من دخلك اذا عندك محل او من دخلك اذا عندك شغل. يعني ما بصير انك انت مثلا شو تعمل، انه مثلا انت قررت انك تطلع على المانيا وتاخذ فيزا شنغن، ما بصير انك انت تروح مثلا قبل ما تقدم الطلب 3-4 شهور او 5 شهور تجي تحط 20,000 يورو بحسابك، يعني تيجي انت تقول انا هي 20,000 يورو احطهم بحسابي مشان اذا شافوا الكشف يشوفوا ان انا حاطط مبلغ. لا، هيك ما بيصير، هيك بيعرفوا ان انت حطيت المبلغ هاد. تمام، بس لحتى تثبت لهم الاوراق اللي بدهم اياها، بعدين بجوز انت ترجع تقيمهم المصاري تعطيهم للزلمه اللي استعرتهم منه او اللي دينتهم منه او اللي في اتفاق او في قصه، يعني
يعني هن مالهم أغبياء كمان، تمام؟ هن بيعرفوا، مارر على راسهم قصص خيالية جدا، تمام؟ فلازم يكون المبلغ اللي محطوط بحسابك انه جاي من دخل، من راتبك، من شركتك، من راتبك، من محلك، هيك، تمام؟ هاي شغلة. في نقطة، هاي النقطة بتخولك انك انت تاخذ الفيزا فورا من دون اي نقاش، تمام؟ واللي هي انه انت اذا كان في بحسابك 250 الف يورو وما فوق، هذا الموضوع بيخولك انه انت والموظف بده يشوف انه انت بحسابك 250 الف يورو وانت جاي من بلد تاني مثلا، حيقولك انه هذا الزلمة معه 250 الف يورو واكيد عنده بيوت وعنده قصص وعنده شغلات، فهذا حيقولك اكيد حيرجع على بلده، ما رح يضل عنا، تمام؟ فهذا الموضوع بيخولك انك انت تاخذ الفيزا فورا بإذن رب العالمين ان شاء الله، تمام. عندنا خمسة، لازم انك تثبت مغادرتك من ألمانيا بعد 3 شهور، يعني بس تخلص الفيزا الشينغل 3 شهور بدك تعطيهم اثبات، انت ابو انت بالمقابله تعطيهم اثبات انك انت رح تغادر البلد بعد 3 شهور. شو هو الاثبات يا محمد؟ الاثبات انه يكون عندك بيت، يكون عندك محل، يكون عندك سياره، يكون عندك شركات، يكون عندك عقارات، يكون عندك قصه، تمام؟ هي شغلات انت وتكون مثلا تكون موجوده عندك، تمام؟ انه عندك بيت مثلا او عندك محل او عندك سياره، تمام؟ وفي شغله الابدى والاهم وبتساعد كمان كتير، انه انت في عندك عيله ببلدك، عندك مثلا مره وفي عندك اولاد عم يستنوك، انه انت طالع على المانيا اكيد ما راح تتخلى عن مرتك واولادك كرمال انك تطلع تعيش بالمانيا، تمام؟ يعني انه تثبت لهم انك انت راجع على بلدك، مالك طالع لحتى انك تستقر بالمانيا او باوروبا، تمام؟ يعني ما بدك تستغل هاي الفيزا لحتى توصل لهنيك بعدين بقى تيجي تقدم طلب لجوء. فبدك تعطيهم اثباتات، الاثباتات شو هن؟ بتجيب معك الوراق، اذا عندك بيت، اذا عندك محل، اذا عندك سياره، عندك عائله مثلا بتجيب دفتر العائله انه انا في عندي عائله، في عندي هدول الاولاد، في عندي كذا، فانا طالع بدي اقضي شغلي بالمانيا وارجع، تمام؟ عندي اموري هون، عندي عائلتي، عندي املاكي، عندي كذا، ماني مستقر يعني بالمانيا، تمام؟ فهي الشغله الخامسه انه اثبات انك انت رح تغادر بعد 3 شهور، تمام؟ هلا نحن نحكي بصراحه، الموظف وقت انت حتيجي تقول له ما بيشتغل بالنوايا، يعني هو ما بيعلم بالنوايا الا رب العالمين، يعني ما فيك مثلا تفوت لعنده تقول له انا يا اخي بدي اقدم وكذا، بس والله راجع، يعني ما راح اضل هني، يعني تحلف له راجع ما بيقتنع. في قانون، القانون بيقول لك بدك تجيب كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ بس تجيب انت هالشروط هو بيشتغل على مبدأها، يعني ما في يشتغل على النوايا، تمام؟ اي نقطة بس حبيت لكم اياها. او بامكانك مثلا تقدم لهم انك انت عندك وظيفة مثلا بشركة محترمة ببلدك، تمام؟ وراتبك عالي فانت عم تشتغل امورك جيدة، او اذا انت مثلا موظف حكومي، انت موظف بالحكومة عند الدولة، فبتقدم لهم انه انا موظف بالدولة بس طالع انه والله يا سياحة، يا طالع انه شغل، يا طالع شوف حدا من اصدقائي، يعني هيك، تمام؟ بدك تقدم لهم اثبات انك راجع، يعني لازم تعطي شعور للموظف بالامان، مثل بيقولوا الامان بالله، تمام؟ انه الموظف وتشوف انت وتشوفك انت عم تفرد له مثلا هاي ورقة بيتي، هاي ورقة سيارتي، هاي ورقة محلي، هاي ورقة شو اسمه رصيدي، هاي اولادي، هاي عيلتي، في كتير شغلات شافها انك انت بدأت رجعك على بلدك، تمام؟ هون انت بقى هو حيتطمن من هذا الموضوع وحيقلك اوكي هاي الوراق اخذناها، وما بيعطيك الخبر فورا. في ناس بالسفارة اعلى درجة منه مختصين بهذا الشيء اللي انت حتقدمه رح يرجع يدرسوا الطلب وبناء عليه بيردوا لك خبر، يعني هن كرمال هيك بيقول لك روح 15 يوم نحن بنرد لك خبر على الموضوع، تمام؟ هاي انتهينا من النقطة الخامسة. النقطة السادسة والأخيرة يلي هي التأمين الصحي. التأمين الصحي يلي هو انك انت اذا طلعت سافرت على بلاد الشنغن يكون في عندك تأمين دولي، مو أوروبي عفوا، تأمين دولي بيغطي تكاليف لغاية 30 ألف يورو، تمام؟
يعني يكون عندك هذا التأمين أنت عامله بشركة، والشركة بتكون متغطي لغاية 30,000 يورو وأعلى كمان، تمام؟ هلا في ناس حتقول لي إنه أوف، منين بدي أجيبه أنا هذا التأمين 30,000 يورو؟ ليش أنا معي مثلا أدفع المبلغ لحتى أنا أروح أجيبه؟ أنا لو معي هذا المبلغ لا أضل ببلدي أحسن لي، تمام؟ لا، الفكرة مو هيك. التأمين الصحي هلا نحن عنا هون بألمانيا في عنا شركات تتعهد التأمين الصحي، في عنا شركة أوكا، في عنا شركة أدي أتسي، في عنا شركة هوك، في كتير شركات تأمين هون بتروح تدفع مبالغ بسيطة جدا شهريا لحتى تاخذ هذا التأمين. يعني في تأمينات نحن هون عنا تأمين صحي مثلا بيغطي لغاية ال 100 مليون مثلا، يعني بيغطي لك لغاية ال 100 مليون تكاليف، بتدفع بالشهر تقريبا اللي هو الهافت فليش بيسموه، تمام، او كانكن فيزيشونغ، تمام، بتدفع بالشهر 20-25 يورو، تمام، هذا بتدفعه طول. بس انه لا سمح الله صار مع الواحد شيء اضطر انه يدفع مصاري 100,000-200,000 يورو، التأمين بيدفع، تمام، الامان بالله طبعا. فانت باي بلد كنت موجود فيها في عندكم شركات تأمين اكيد، بتروح على شركة التأمين، مرحبا اهلين انا بدي اعمل تأمين صحي اوروبي، لسه برجع بقول اوروبي تأمين صحي دولي، تمام، لانه انا بدي سافر على المانيا مثلا، تمام، وبدي تأمين صحي، طالبين مني من السفارة تأمين صحي. فبتقول له انا بدي تأمين صحي تعمل لي يوصل لغاية 30,000 يورو اكتر كمان، تمام، فبيقول لك اوكي. هو ساعتها بيعطيك العروض اللي موجودة عنده، بيقول لك تدفع مثلا نوصل كنت بسوريا، بيقول لك اوكي في عنا تأمين، نحن بيتضمن التأمين الصحي بيوصل مثلا لل 100 مليون ليرة سوري، تمام، ما يعادل مثلا 40,000 ولا 50,000 يورو، وبيقول لك انه بتدفع بالشهر مثلا 15,000 ليرة سوري على هذا التأمين، تمام. فانت ساعتها بتاخد التأمين هذا، بتاخد الورقة، بتكون جهزت وراءك كلياتها وامورك كلياتها، وهيك انت بتكون جاهز لانك تروح تقدم الطلب وتحدد موعد بالسفارة الألمانية لحتى تشوف إذا بتحصل عليها ولا لا، تمام؟ تمام حبايبي، هلا نحن رح نكتفي اليوم بهذا الموضوع عن الفيزا شنغن لكل الناس يلي حابة تعمل فيزا شنغن واللي عندها المؤهلات يلي ذكرتها. سامحوني أنا بعرف إنه المؤهلات هي كتير صعبة، في ناس إنه ما عندها المؤهلات، تمام؟ حتقولي إنه صعبة كتير، بس أنا عم بشرح شو الفكرة تبع فيزا شنغن، شو الأوراق المطلوبة، شو هي الشروط، كرمال يلي حابب يقدم يعرف المعلومات يلي بتتضمن هي الفيزا، تمام حبايبي. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله في إنا فيديوهات تانية عن الفيز التانية اللي هي تبع السياحة أو على الدعوة. أنا حطيت دعوة الزيارة، عملت فيديو رح أحط لكم الرابط بالوصف، بإمكانكم تشوفوا الفيديو عندي بالقناة، تمام. بس في فيز كتير لسه بدنا نشرح عنها، وإن شاء الله كل فيديو رح أعمل حلقة عن فيزا معينة مشان ما نتخربط، تمام. إذا عجبكم الفيديو وعجبكم الموضوع اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو وعلقوا لنا تعليقاتكم الحلوة، أسئلكم، عندكم أسئلة بإمكانكم تسألونا. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.